journaliste. أنا قلتها اتحاد العاصمة راهي عائلة، وكي نكونوا عائلة معناتها الفرح نعيشوه كيف كيف، والحزن والمصيبة نعيشوها كيف كيف، كي يعني نجتمعوا كاع المصيبة نخفوا على والديه على خوتو علينا كاع، هذا واجب، نظن نقول بلي هذا واجب. نشكر الله عز وجل، ونشكر الطاقم اتحاد العاصمة من الصغير حتى الكبير حتى علي حداد ربوح داد علي حداد من خازني من الوفاة تاع الولد، صراحة من الوفاة تاع الولد من الوقت اللي مات الولد وهما معايا واقفين معايا في المستشفى في كل مكان، وين نطلبهم التليفون تاعهم عندي وين نطلبهم يجون. عبد الرحمن رحمه الله انسان طيب نطلبوا له الرحمه. ما قريتو خلانا فراغ خلانا وش هاد الدار مكتوب تاع ربي، ادعوا له يا خو اللي يحبو ماشي يبكي عليه ويدير له هكا وكل يوم يبكي عليه وكل يوم شايد راسو. اللي يحب عبد الرحمن دوك هما يدبروا على روح تاعهم. عبد الرحمن في الجنه الحمد لله، نحمد ربي نحمدو منا الغدوة بلا ما تموت نظيفة الحمد لله. الناس قاعد يتشاو فيه الحمد لله، كي ولاو على جالو الناس يصليو